المشاكل اللي يمر بها العراق كثيرة، من حروب وقتل وجوع، وكل حكومة اللي تجي نتأمل بها الخير، ولكن للأسف ما شفنا الخير. الخير صار بس لهم فقط، أما الشعب إلى قير. مع العلم أن الشعوب لها الحق أن تعيش عيش كريم وتتمتع بخيرات بلدها، إذا كان النفط والمعادن والسياحة والحضارة والزراعة وغيرها من الأمور اللي تخلي الشعب أنه يعيش مترف وآمن وحال حال بقية البلدان الأخرى. وإذا نجي على الموقع الجغرافي، فالعراق هو بوابة الشرق الأوسط وبوابة الخليج العربي. هل تعلمون أن الحضارة السومرية في العراق هي أول دولة مدنية بالتاريخ؟ وإذا نجي على الزراعة، ربما يكون العراق هو البلد الوحيد اللي أرضه مستوية، وهذه الأرض تكون من أفضل التراب للزراعة وتكون صالحة لكل أنواع المحاصيل. خيرات البلد كثيرة وعديدة لا تعد ولا تحصى، ولكن للأسف. شعب هذا البلد ضاق الويل والمر، لا رواتب للمتقاعدين ولا رواتب للعاطلين عن العمل ولا رواتب لرعاية الفقراء ولا وظائف للشباب الخريجين ولا كو عمل للعمال، ونعرف الدنيا صارت غالية جدا. منو إلهم؟ نحن نعرف قاعدة أساسية: الشعوب قبل الحكام، لأن تبنى الدولة على الشعوب. ولكن هنا وللأسف الحكام قبل الشعوب، تبنى الدولة على جوع واضطهاد الشعب، على مبدأ جوعهم وأذيهم، يلتهم بمشاكلهم حتى لا يفكرون بتغيير الدولة أو خروج مظاهرات ضد الدولة أو ربما باستبدال هذا النظام كله بنظام آخر. البرنامج مستمر بالعطاء وإنقاذ الناس في كل مكان. رجال فقير لا يندل أهله وين، لا يندل جسمه، يعني أتمنى من على عذاب يجي يشوفه، يجي ياخذه مكان أم الحمام. قول يعني أكل وعاء. مي جيب له مي، جيب له مي، خلاص ساعة نجيب لك مي ونجيب لك أكل. استاذ على هذا اللي قلت لك فيه الرجال، وهذا أحد المواطنين جاي يساعده، يعني ما ينعرف جوعان والله يجيب لي لفوق، يا راح يجيب لي قلال جوعان على الاكل. وهذا الجو يعني شوف الحار، هو قاعد يعني بايم مسوي له مثل الصهاوي، هذا قاعد ناخذه ما اشوفه، واحيانا يحضر على الشارع ودعم السيارات وتيمك استاذ. بعد في الاسابيع الماضيه جاءت لنا عشرات المناشدات من منظمات وشباب واصحاب السيارات يناشدون على رجل مسن ماخذ من الشارع مكان له. فوراً انطلقنا لإنقاذ هذا الرجل من عذابه وإنقاذه من حر الصيف ورسم إلى حياة أفضل. السلام عليكم، شلون الصحة؟ ان شاء الله بخير شباب، ان شاء الله تمام.
شلونك قلبي؟ الله يطول بعمركم، الله يحفظكم. خير شوي الحجي؟ لا اله الا الله. شلونك حاج؟ اي محوي. شلون اخبارك؟ شلونك شابه؟ شلون لك؟ ان شاء الله تمام. اسلم عليكم بكر. حاج ليش هنا انت؟ هاي ليش هنا انا؟ والله جابوني ذبوني ذا. منو ذبك؟ اهلي اخوتي. ليش؟ بعد والله. يقول لي ما عدنا باكلك. الله اكبر. والله العظيم. يقول لي ما عدنا باكلك شابه. وصارك ايش قد هنا انا؟ هواية صار لي والله. خلص الله عليك وعلى الجماعة جيت طول الأكل. طيب أنت هنا من جابوك وشمروك جو سلوا عليك لو هاي راحوا وبعد ما جو والله بعد جوي. أبداً؟ أبد. أنت متزوج عندك أولاد؟ متزوج وميتة زوجتي. أبدي ربك. ميتة؟ إيه. وجهالك وعندك؟ ما عندي. ما عندك أولاد؟ لا. لعل منو ذبك؟ ذبوا أخوتي. الله. إيه. أنا خبيث بيدري. أخوتك ذبوك؟ إيه. يقول لي ما عنده أكلك. على الأكل هي؟ على الأكل هي والله. وأنت ناش تاكل إيش تشرب؟ والله يطولي جماعة خير عليك. إيه. جماعة يطولي. وين الناس نام؟ أنا بزاي. لا وين مش أنا نام. أشك براسك، هاي من عمرك هنا أنا؟ متعور يا شابه ما اجي طخيته اقول لك عمو عبس الله يسلمك وين اكو مكان انام بيه على طول يعني تريد مكان تنام بيه؟ اي انت انا تعبت حاره؟ لا مو حاره لا عاد والا ما الله يدور يعني هاي ما اريد ادور يعني شو تريد؟ اريد فراش عندي دائم فراش دائم يعني مكان دائم تنام بيه وترتاح اي هاي اي هاي الله للاسف الله يا رب الله يعزك يا ابي الله يعزك يا ابي ان شاء الله يا ربي حال يكون فاضل كله طيب يحفظك ان شاء الله الله ومحمد وعلي ليش هيك اخوتك سوى بيه؟ شنو السبب؟ ما ادري يقول لي واحد هو بالبلاد يصرف صرف بدل مظاهر والله العظيم انت اكبر منه هو اكبر اكبر انا اكبر واحد لا اله الا الله يلا عمو ها هي راح اخذك تجي يمي حجي تجي يمي راح نزينك تطلع تخبل تغير ملابسك وترجع ضحكتك وكلها تسبح وان شاء الله يا ربي صحتك ترجع 100% ان شاء الله ماشي يا حبيبي الله ولك يلا عم نتوكل احنا نروح الله ياكم يلا قوموا هاي شنو الله ياكم ويل شنو تعوفني غير نروح سوا عبالي ليش غير نروح سوا وين بيتكم هاي انا قريب بالحبيبي يلا بعيد على لا قريب امشي رحت لحبيبي لا ما اروح حبيبي راحت وجربتها خاف خير خاف جوع يدخلوا الجاعة ماكو جاعة اللي راح يصير عندي دار هو مخصص لكم الدار هذا بيناس تخدمك بيه اطباء بيناس لا بيناس اسمعني لا ما اعرف اسمعني اسمعني غلا خدمك بيناس تخدمك عمو لا يعني مثلا بي طبيب هسه طبيب راح يشوفك مثلا بي شنو بباحث اجتماعي يجي يحكي وياك عمو كذا يريح نفسيتك في ناس اكلك وشربك يوصل لك بكل دقيقه علاجك
فحوصاتك اوديك المستشفى البدل لك ملابسك ذني كلهن. ما اروح لا لا حجي خليني لا احسن. ليش شنو تريد عشان تريد؟ لا خليني لا انت شنو تريد؟ خليني لا احسن. ماشي هسه انا جاي نسولف ما راح اروح، بس انا اريد اقول لك انت شنو تريد؟ شنو اللي تحتاجه؟ كل شيء وايد خليني انا وياك. هي يجوز الطليان عمري ماشي انا وياك. انت شنو اللي تريده؟ انت اذا هناك اذا هناك مكانك وشربايتك. اي لويش هذا؟ اذا ما عندي شيء. ما عندي شيء عمو. هناك هناك غرفتك وحدك، هواء، سبالت موجوده. اي لا ترتاح، تتغدى، تسبح، عندنا حديقه كبيره تفتر بيها، تسقي الزرع، تقعد باي مكان اللي يعجبك، تلفزيون قدامك تباوع اخبار. إيه نفسيتك ترتاح. احنا نروح نجرب، اعطيني بوسه بهال نروح نجرب، اوكي؟ وإذا ما عجبك أرجعك. يلا، يلا. نروح نجرب ما عندنا، ما خسران شيء، أنت خسران شيء؟ ما خسران شيء، نروح نجرب. أنا بقعد لأهلي. ماشي أنا خابرهم. أنا خابرهم هسه. ما عجبك التليفون. هاني هاني هاني، يلا قوم حجي قوم، قوم يلا، يلا يا قلب. ما أقدر عبي، نروح. اسمعني اسمعني. أخذ ريا لا هيثم. وياك هاني. نروح نجرب. كان الرجل رافض أن يذهب ويانا وما نعرف شنو السبب. دقوم هسه دقوم دقوم نروح نجرب. يلا اعطيني ايدك. يا الله قول يا الله بس قول يا الله بس قول يا الله بس قول يا الله. ليش 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 شنو السبب؟ شنو السبب؟ نروح نجرب بس نجرب. هو مو بس فهمني انت شنو خجلان تستحي؟ تستحي؟ لو شنو؟ منين؟ منين تستحي؟ كلها كل شيء ماكو احد والله. ما يخالف عاد انت هنا منو هنا مداريك؟ انا موجودين. مو؟ منو هنا تعرفه اكثر واحد عرفه منو؟ هو هيثم. هيثم منو هيثم؟ بعد فترة من الوقت الحمد لله تم إقناعه أني والشباب اللي كانوا موجودين وأيضا حتى الشباب اللي ناشدونه أنه إقناعه حجي ما يصير تبقى هنا ولازم تروح لمكان آمن، ولكن هو لا يزال على الرفض. قوم قلنا ناخذ ويانا هسه خابر هيثم ونطلع. يلا قوم قوم قول يا الله قول يا الله. يلا يلا حبيبي يا الله. الحمد لله أخذت الرجل المسن من مكانه وبعد معاناة لإقناعه. ان شاء الله ان شاء الله الناشد الاخ الخلوق الاستاذ الفاضل علي عذاب. هذا الشخص قبل 3 ايام انا واقف بالباب وشخص فقد الوعي وقعد يمي بالباب وسالته وشبته قلت له يا ابن تمنين. هو من مواليد 59 من محافظه العماره ولكم الشكر. وبعدها جاءت لنا مناشدة أخرى من منطقة البلديات تتكلم هذه المناشدة عن مسن عنده مشاكل كثيرة وشباب المنطقة قعدوه بشقة بعد ما كان نايم بالعراء. انطلقنا من مدينة الصدر إلى منطقة البلديات لإنقاذ العم نوري من عذابه. كان الحاج يريد ينزل من السيارة وهي تمشي وصرنا نحكي وياه ونتكلم وياه عن أشياء حلوة راح تكون بانتظار إن شاء الله. أنا
شلونك حجي؟ والله الحمد لله استاذ علي. ان شاء الله بخير. والله جهودكم ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يطول بعمرك. الله يستر عليكم. اي والله. انت ابو من؟ نوري. انت ما متزوج؟ لا ما متزوج ولا. انت ما متزوج؟ ما متزوج. انت وين كنت ساكن؟ كنت هنا بالقيارة عند جدي وجدتي وامي، ساكن عندهم انا. تمام. عندك اخوه؟ اخوه ما عندي، بس انا يعني، بس انا وطلق والدتي، امي ذباها على امها وابوها وقال ما اريد هذا ابني، وهي ربتني يعني صرت. ها فانت ورا ما انفصل والدك ووالدتك؟ نعم. انت رحت ويا امك؟ ويا امي عشت وسحبوا والدي 59 لبست بالجيش العراقي. تمام. اي انت هنا والدك صارت عندك قطيعه وياه، لا بعد شفته ولا شافك. لا شافني ولا شفته. نعم. طيب اي عشت ويا والدتك؟ عشت ويا والدتي وقال هذا ورقه بيضاء صار للتاجر بمليون يعني شو اسمه مدير مهندس ما ادعي به واقول هذا ابنه تعلقين من ايش يعني عود فلوس يعني ما رادك بعد خلاص ما رادني خلاص انتهى الموضوع. نعم. فيما لا الله وياك. نعم. طيب شنو الاشكال اللي صار؟ اللي صار بي ابن الحلال يا استاذ علي صار بي ضيم ما صاير يعني امه ماتت اي وجدي مات وجدتي ماتت وهو استولى علي اجى سحبني من انا بالشمال اشتغلوا بالكاظم اجى علي سوى المعامل هناك بالاماره مال هاي السجناء السياسيين لا بس بعدين طلع الراتب مالتي وطلع البيت اعطتني الحكومه و85 مليون والمره قالت تعال ابصم بالقوه يعني بالسلاح بصمت غصبا علي شو اسوي يا استاذ علي وبعدين النوب البيت والسوى بيه الوالد وكالة خاصة خم خضاء مني والخمسة وثمانين والأخوتي من مرتبوي بالسلاح يعني يقولوا لي يقولوا لي انت ما مسوى هذا راتب ابونا سوى انت مالك ولا فلس والنوب حاجرين بغرفة بقيت بها 12 سنة مع السنة؟ مع السنة بيا المحافظة محافظة يسمونها بالرمانة على الحولي الحولي هناك تندلى بالأمارة يعني يعني بالإمارة؟ بالإمارة نعم يسمونه أبو الرمانة أبو الرمانة يعني أنت هناك بقيت يمهم يعني غلا فهم الناس حتى توصل الفكرة أنت ورا ما ماتت والدتك ومات جدك قبلها أنه أنت كنت مسجون بذاك النظام صح؟ على أثرها سوولك معاملة ببغرب على أثرها سوولك معاملة نعم استلمت بها حقوقك اي باعتبار أنه تعويض الضوك الحكومة اي صحيح هذا التعويض أنه أنت ما أخذته أخذ والدك وأولاده وقال وانت ما مسوي ابونا سوا والسلاح عندهم يعني يجون هيك بوكسات علي يجون حتى يا ساعة أرن بس أنا ما طالع من الشعرة عليهم لا قال تعال اعطوني الحقوق وما دعيت خفت على نفسي طيب صادق. بقيت ايش قد 12 سنة في هالغرفة هاي؟ حجرون 12 سنة بقيت أنا ويجيبون هاي الغرفة بها تكرم شلون هاي الفراشات يطبونها يذبها بالغرفة يجيبون السكراب يذبونه وانا حتى يعني صار عندي الله يستر شو اسمه صدر ما اعرف ربو صار عندي مرض وما حد تالي سويت انا يعني شفت الوضع لو شايفت تشرد شكوى الله عندها قاع تشرد تالي شردت من شردت جيت هنا لقرايبي ما حد استقبلني واستقبلني انا كنت هناك واقع جيت لهاي البلديات التراث وقعت والله يبطل خير ابو ليث ابو ليثي قال ايش بيك ابني قلت له والله انا هاي السالفه خطيه هو خلاني اسبوعين عنده والنوب جابني بهاي العماره قال هاي لله خلاني بها ثلاث ايام وانا ثلاث اشهر من جاي استاذ علي انت من جهه بغداد شردت منهم من جهه بغداد ولا واحد استقبلك من قرايبك؟ ما حد واكمل لك الموضوع تذكرتني به اجوا علي بالسلاح اجوا علي عند اختي نام الزوجه بالحبيبيه اجوا عندها ودوروا والنوب اجوا على قرايبي قالوا لهم طلعونا نور عندكم ليش انتم خافينه انا؟ شو يردون منك؟ يردون يقتلوني وشنو السبب؟ انت بعد تنازلت عن كل املاكك وانتهى الموضوع السبب يقول شلون هو عافنا وعودهم مدللين هم هناك ما اقدر استاذ علي يعني حاجريني بالغرفه ويدقون علي وهسه انا راسي مفلش ولا زواج ولا غرفه بيها يعني مال استقراب ذابي لو شوفها حتى حيايه بيها وفار ومال وضعي يعني ما تنحج وليش ما تزوجت؟
ما المره قالت انا ما زوجها يكتب الراتب ويكتبون البيت واحنا ما عندنا مدري شلون، وخلتها خلتني وسوت لولاتها كل ما اشتريت بيت يا سعد علي، والراتب مليونين انا راتبي كل واحد تعطيه 500 وانا طلعوني هاي خلوني هالشكل، وقالوا هذا مخبر مو صحي علي، وهذا رقم هذا سعد علي هذا مال والدي هذا تليفونه؟ اي هذا لا اله الا الله يا رب طيب تليفون لا يمكن اتصال بها حاليا يعني مغير التليفون اصلا مو موجود والله وجدت نهايته حاجته هنا من قعدك هنا والله قاعدون اختي هاي الناس هني الخير هم اللي جابوني تعال تفضل جزاك الله خير انا ما فهمت القصه بصوره صحيحه شنو اللي بيه الحاج وين لقيته وشنو قصته الحاج قبل شهر رمضان باسبوع تقريبا اي احنا واقفين بالبابان واصدقائي فالحاج تخربط ووقع بالشارع تمام فمن قضيته قلت له حجي خيره قال والله انا من اهل العمار وجاي ادور على قرايبي فطاني اللقب مال العشيره واسمه الكامل ف طقست في المنطقه سالت لقيت اقرباء المقربين له يا رب ايه فقلت لهم يا ابو شنو شغله الحجي قالوا هاي شغله الحجي بان هو سجين سياسي محكوم زمن صدام اعدام اها وكمل 5 سنوات واطلق سراحه فمن سقط النظام سوى له معامله السجناء السياسيين تمام ومن سوى له معامله السجناء السياسيين اهله استحوذوا على الراتب ماله وقاموا ياخذون الراتب وحازينه بقفص مثل ما هو ذكر لي يعني تاكدت من الحج ماله عن طريق قرايبي فقلت له شلون يعني قال يعطونا 25 او 50 الف ويستخدمون قوه السلاح وياه وانا دخيلك ودخيل الله قلت له عم نظر يمي خليته يمي لمده اسبوعين ادي داخل البيت تمام فقلت لقرايبي قلت له هذا الشخص شلون خاف يموت رجل كبير غاي يعني ما اقدر اتحمل مسؤوليه ثاني قالوا يابا بالنسبه هذا الشخص ابوه وعده راتب مليونين يتقابل مليونين اما 1,700,000 فاهله هم المستحوذين على راتب وعده بيت مطينه الدوله وعده مكافاه 85,000,000 وراتبه يعني مستحوذه على زوجة ابوه واخوانه فما قدرت اوصل للعماره فطقصنا منها طلع الحكي ماله مضبوط فقلت له انتظر يمين ومن بعد هاي الفتره 14 يوم ضل عندي انه جبته بهذا المكان عنده صديق أيه. لان هم سمعوا بي بان احنا وقفنا راتبه لان جماعه هم علاقات طيبين ناس مثل وجهك طيبه فقالوا احنا نقدر نوقف راتبه فوقفوا راتبه فمن سمعوا اجى موعد الراتب وماكو راتب اجوا هنا يدورون علي بالسلاح يريدون ياخذونه ويروحون ياخذوه حتى يرجع راتبه مره ثانيه ينطلق فهو يعني من خلال يعني سؤالي الأقرباء يقولون هذا الرجل حيل مضطهد يعني محبوس بغرفة فوق ويستخدمون ويا قوة السلاح يعني أقرباء يعني مو بس هو اللي أكد هذا الخبر يعني حتى عند أخوه شنو يعذبوك حجي؟ يعذبوني والله بالغرفة لو أقول لك يمكن سطع مدروس كله طيور من أريد أطلع يقول لي لا تطلع لا تطلع هاي طير شاي يعني قضى ومتاسين السطوان فوق مخليه وافتح الباب يجي يقول لي الباب هيك وحتى الباب ما يتكسر كسر عليه وانت من برايك شلون انا اقول لك لا تطلع من هاي الغرفه هيك يعني مستعملين عليك وانا هذا اللي جيت بياه وحتى الاستاذ علي يعني ما مزوجينه يعني هاي الفتره مزوجينه لا مزوجينه هم يستخدمون ويا قوه يعني اكدوا اكثر من شخص واحد يعني انا رحت للمدينه سالت وبالحبيبيه وسالت هنا نفس الكلام ماله يعني أدى أقارب هنا أنا هو؟ أدى أقارب بس الأقارب تعرف ما حد يستقبل يقول لك هذا يعني عدة راتب وعدة هاي وأهلا ما لفينا أنا لفي يعني إحنا هو حسب قطي يعني قضى الليل يبكي أمي يقول يعني على وان مثل يصير عدة طفل أنا ليش راتبي 1,700,000 وقاعد تاخذ مرتبه ويا ريت يكون أكل زين أو شيء قاعد يكون الفضلات مالتهم وإذا طلعت خارج الباب يقضون يكتون يصبون عليه السلاح سهلا حجي ماشي ان شاء الله يا ربي خير ان شاء الله اسوي راح يجي وياي حتى
جزاكم الله خير انه انت هاي الفتره كلها الله يوفقك اخذت وقعدت افضل مكان بالشارع خطيه والله خطيه ورع بالشارع يعني حتى عرضنا على الدكتور قال هو سليم بس اصبر دم عنده من الجوع الحمد لله والشكر يلا حجي خلاص هسه احنا نتوكل اريد الله يطول بعمرك جزاك الله خير ان شاء الله بوجودكم وان شاء الله يا رب ما يصح الا صحيح حاج او شيء هسه مبدئيا القى لك مكان استقر به اي والله منامك قعدتك اكلتك طبيبك كله راح توفر لك اياه ان شاء الله افضل ما تبقى انه انت يعني متالم ودايق وحاير والله والله هم ما مقصرين وياك الامانه الله يوفقك والله ما عايفين ان شاء الله ما مقصرين وياك ان شاء الله احنا بس ان شاء الله تمام حاج هسه هناك نروح وان شاء الله يا رب هاي قصتك انه تنحل ان شاء الله باذن الله تنحل ما دام الناس طيبه خيره تنحل القصه هاي ما اريد نوصلها لمرحله كبيره والله استاذ علي يمكن لك اقول لك انا كنت حلمت حلم شفت يعني ورد يعني هيك مطين مثل يعني انت تقريبا يعني وكان انا ماشي بلازم بايسكل ورايح وانا قلت يا الله بس جيب لي هالشخص هذا يعني انما الله سبحانه وتعالى يجوز يعني بس الله يخليه خليه يتعدي بالبيت فقير كلش يعني فقير وفدوم يعني الله شاهد يعني فقير انسان فقير وصلاه وقران بس يعني هي حظ ماكو حظ يقول لي اتمنى اتزوج واشوف له طفل عندي والله يعني هاي الامنيه مالته يقول يعني راتبي مليونين او مليون و700 يعطونا 25000 ومع ذلك بس هم لو معطينا لو معطينا 500000 هناك بيش الايجارات ما حافظت ميسا بس وعد بيت عد بيت بسمه عدنا موجود بسمه الراقب 75 الراق يعني بيت اذا بيت بيت مرتب هناك نقول مثلا هل يصير ايجاره ببيت ايجاره 100000 ايجاره 250 250 250 انت راتبك مليونين مليونين نعم 250 انت من هنا هم يدفعوا لك اياها وعلاقتك ومصرفك وكذا والتفاصيل ايش احسن عيشة وهم يزود لهم بال 500 امن لهم هذه مسافات ماخذين من غير ال 85 25 مليون ماخذين فحسبي الله يلا حاج توكل توكل يا الله بسم الله أخذت العم نوري والعم المسن توجهنا للدار وكان كادر الدار كله بالانتظار سبحناهم وعطرناهم وغيرنا ملابسهم هنا الحاج كان رافض رفض قاطع أن يتناول الطعام وصار يغلط ويشتم ويكفر ولازم أنه يغادر المكان فورا وما نعرف شو من السبب صرنا أنه إحنا نتوسل به من كل مكان اتصلنا بشباب أصحاب المناشدة لإقناعه كذلك أنهم عجزوا عن إقناعه خلوني سكون بحدي لا يجيبوا لا أكل ولا يجيبوا كل واحد لأنه لا تريد تبقى لا تطلع ها؟ تريد تبقى لا تطلع لا أطلع وين تريد تروح؟ وين تروح؟ أروح للشول وين تروح؟ أنت وين تروح؟ وين تروح؟ الله أفضل أطلع يا عم ترجع للشارع؟ ترجع بالشمس؟ أي أرجع ليش؟ ليش؟ أي بس افهمني ليش؟ ليش؟ مو نام وكان محترم يخدموك ناس قاعد قعدتك مرتبه بدلنا لك وسبحناك ابقى هنا قاعد
ولا اقعد ولا دقيقه. مكاني نانا خالي نحبك احنا وتقعد يمنا ومكاني نظيف. شارع مو زين عليك. لا زين علي زين. شارع مو زين عليك يا عمي. علي زين. انت يا مواليد 49. انت مواليد 49 وشلون تقول الشارع زين عليك؟ زين عليك. وهاي شمس وهنا مضروب مشقوق راسك هاي زين. هاي بيش نشق راسك؟ انا ابو راسي لا ابو ليش تكبر؟ يلا حج جيبوا له عشاء، جيبوا له عشاء، غير يتعشى. ما لي عشاء عمي ما لي. ليش؟ ما اقدر ابد ابد والله ما اخلي ابو حج. ليش ليش ليش؟ هيك هذا موت. ليش مسوي لك؟ هذا موت هذا موت أنا لابوت. أي أي بيك؟ لا ما يعجبني. توالدي أنت. أنا لابوت هاي. لا تأكل هسه تأكل. أبد. ويبلع حلقي. أشال أسريق والغزة والغزة والحكة أبد. مستحيل. ما يصير يا عمي ما يصير. لا لا تغلط حرام وعيب. ترى رجال كبير. والله عمي ما عاد جسمك والله العظيم اطلع غبي ابن غبي اذا اكلت خلت لك واحد من اليوم. خلي ابوي خلي ابوي انا ميت ميت اكل ما اكل انا ميت. ما يصير انت انا هم ذمه علينا هاي تشيل ما تاكل. لا هاي عجي عجي يا عجي والحاجة لي. فأكو ناس أولى منا يعني. هاي للأمانة للشباب اللي ناشدونه طبعا من مدينة الصدر جزاهم الله خير. هاي الحالة قدامكم أنتم. فأكو ناس أولى يعني. أكو ناس أولى. أكو ناس أولى تجي تدخل بهذا المكان تنام. بس أما هيك ناس لا. هاي ناس تعلمت على الشارع بعد. تعلمت على الشارع. فما على الرسول الا بلاغ المبين. الله يشهد. اللهم صل. كيف كانت نيتنا؟ وعلي محل. وهاي النية. تعال يا عمو تعال. ماكو والله. والله ماكو. يابا بس تعال تعال ايش بيك؟ ماكو. ليش ما بقيت يا مستاذ على العذاب؟ نايم وماشي. يعني هنا ترتاح احسن؟ خويه شو هناك تخبلت علينا؟ شنو الموضوع؟ اسد تاكل ومرتاح؟ استاذ علي تشوفه ياكل وهذا الشرف جبناه له ولفه ما اعرف هو يقول ارتاح لهذا المكان اكثر ما ارتاح هناك بالدار تقيد. ما اعرف هاي قضيته صباح هذا اللي كان بالحلقه ويانا يعني اليوم. هسه هنا احسن لك مو؟ ايه هو يمكن ماشي. ليش هناك بالدار؟ ليش ما بقيت؟ ما قاعد. لك موجودين يمكم هناك؟ موجودين بس ما يحكون. ها ما يحكون ما يسولفون؟ ايه. يضوجوك تحب تحكي تسولف؟ لا عم يقولون. اه. ما حد يسولف يسولف وهذا في الدار. صح صح صح. بخصه. بس زين انت سبحيت وزينت. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الله يكون. وزينوه وغيروا ملابسه وطوك احسن اكيل واحسن مشرب بعد شو تريد. الهدف من عرض هذه الحلقه هي ارسال رساله لكل شخص ناشدنا. احنا لبينا المناشده والله يشهد كان هدفنا انساني ورسم حياه كريمه لهذا الرجل. باثناء ما اخذنا الحاج من مكانه كان هناك كثير من الشباب موجودين وصورونا بالتليفونات. خاف يرجعون يشوفون الرجل الكبير رجع في نفس مكانه. الله يشهد انه طلع رغما عنه. كان هدفنا انه هو يعيش ويانا حياة كريمة ولكن هذه ارادته. ساعد غيرك مو بس تساعدهم لا بل اشعر بيهم اشعر بمعاناتهم راح يصيبك احساس بالسعادة والرضا عن نفسك. اليوم استقبلنا الحاج نوري راح يكون هذا الدار دارهم وإن شاء الله ربه يتقبل هذا العمل ويكون سعادتنا أكثر من سعادتهم.